جلين بخليني اشتغل الشغلات الطويله لانه طوله جدا عالي. فيا اهلا وسهلا. تيك ذس ون. اوكي تبديل، هذا هو الشغل في امريكا. بدل ضو في ضو. تزين 3 2 1. هير وي جو. هذا هو المكتب الرئيسي للوودر كانتري، المدينة المائية اللي كنت شغال فيها، وهذا هو أول شغل إلي في أمريكا وأول يوم في أمريكا وأول ساعاتي في أمريكا. جيت على هذا المكان يا سادة. السلام عليكم أيها الشعب العربي العظيم، ويا أهلا وسهلا في فيديو جديد. اذكروا جماعة الخير وصلوا على النبي، بديك هذا الفيديو تستمتع فيه لأنه بهذا الفيديو راح أورجيك الشغل القديم، راح أحكي لك قديش كنت أخذ منه فلوس، راح أورجيك الأماكن اللي كنت أشتغلها وطبيعة الشغل في أمريكا بشكل عام كيف بتكون اخوان، ومعلومات راح عن جد انك تقول معقول هذا الحكي في امريكا، ومعقول هاي الوظائف في امريكا والاجور وساعات العمل والامور هاي كلها واماكن الشغل طبيعه الشغل. تيجي هون على الماكينه هاي بتحط اصابعك وبتبصم فبتبلش تعد لك ساعات. الشغله الاولى لازم تعرفها في امريكا انه هون بيعدوا على الدقيقه، حتى اي دقيقه زياده بتداومها بحسبوا لك اياها. فتيجي تبصم هون وبعدين بتروح الشغل، وانا بديش احط اصابعي لانه اسمي لسه على السيستم لحد الان. قبل شوي طبعا افطرنا انا وجلين. هاي هون الأوفيس، هاي هون كل إشي زي ما هو. طبعاً واللي ما بيعرف، أنا كنت شغال في هاي المدينة المائية اسمها الوودر كانتري، موجودة في بورت سميث في نيو هامشير. هذا هو مكتب الإدارة، وهاي هي الحديقة كاملة، حديقة كبيرة في للعائلات، في للشباب، في للجروبات، في لأعياد الميلاد هناك. ولسه هذا أنا موجود في الزاوية اللي مش نشطة كثير. والإشي اللي كنت شغال فيه اللي هو الفود سيرفيس، اللي هي خدمات الطعام. اللي عندنا موقع هون، عندنا 3 مواقع تحت، وعندنا موقع هناك. طبعا اليوم انا بساعد في جلين لانه مش حاب اخليه يشتغل لحاله، راح اكون معاه الايام الجايه القليله. شغل خفيف لطيف هيك كيوت يا جماعه، مش كثير متعب. ومهمه جلين يا جماعه هو ان تشارج لكل الطباخين، وهو شيف كبير فهو عنده خبره اكثر من اي انسان موجود في هذا البارك كامل، ولكن من نقص الموظفين. الشيف الكبير جلين اللي عنده خبرة أكثر من أي إنسان موجود في هذا البارك، جلين مضطر إنه هو يجهز اللوكيشنات لحتى تستقبل ناس بعد 4 أسابيع من الآن أو 3 أسابيع. فتخيل الموقف يا سادة، من نقص الموظفين ومن نقص الناس ومن نقص العمال، جلين بحاله قاعد بجهز البارك. أنا مش موظف موجود في هذا البارك السنة هاي، ولكن أنا كنت موظف السنة الماضية. فبالتالي السنة الماضية أنا جيت لجلين بدري وساعدته في التجهيز، وهيك أنا تعرفت على جلين. ولكن السنة هاي أنا موجود معه بس مساعدة وكم يوم يعني، وفقط لا غير، لأنه هذا بس مساعدة وإشي مش مدفوع نهائيا. فتخيل يا جماعة، من نقص الموظفين جلين بحاله قاعد بجهز البارك وبنقل أغراض وبسوي أمور، لأنه عن جد ما فيش ناس تتوظف. يعني بيقولوا لك تعال يا عمي خلينا نوظفك، خلينا نعطيك فلوس، بس ما في حد بده يشتغل. وهذا الحكي بيعتمد على أمور كثيرة، منها الكوفيد، ومنها انها الحكومه صارت تصرف مصاري للناس، وغير هيك انه هاي الولايه ما فيها سكان كثير لحتى يشتغلوا. فبالتالي هاي انه مكان البوظه، ولكن من الخلف هاي كلها ثلاجات بوظه. يا الله الدلاع اللي كنا مدلعينه هون. شغل خفيف لطيف، توقف هون بيجيك زبون بتبيعه بوظه بتضل قاعد. هذا هو المكان اللي اشتغلت فيه معظم الوقت هون. كنت اجيب هاي الطاوله تمام واحطها هون وافتح هذا الباب على الناس، واي واحد بيجي بده شيبس كنت بعطيه من الستاند اللي هون، او بده بوزه كانت في هون ثلاجه بوزه بس مش عارف وين راحت، واذا بده عصير او مي كنت اعطيه من هون. طيب يا جهاد، شو بخصوص الدفع اللي كان يدفعوا لك اياه هون، وشو بخصوص راتبك؟ خليني افهمكم شغله يا جماعه. هنا اول ما نزلت توظفت وقلت لكم هذا المكان دخلته باول يوم في امريكا، نزلت في مطار بوسطن مباشرة، اخذت باص زي ما شفتوا في الفيديو الماضي، نزلت على نيو هامشير، ومن نيو هامشير مباشرة على بورت سميث، ومن بورت سميث على هذا المكان. كان يدفعوا له هون يا جماعة 16 دولار على الساعة، كل ساعة كنت اشتغلها كان يدفعوا لي عليها 16 دولار. فكنت مفكر انا انه انا لو شد حيلة بالشغل واشتغل اكثر وادير بالي اكثر زي ما انا كنت عامل في الاردن، اني راح اترقى في الشغل وراح يزيدوني. في الاردن هذا الحكي كان ماشي معي 100%، فاترقيت من عامل لكمبيوتر ايدي ديزاين روم، بعديها سوبرفايزر، بعديها مهندس صناعي براتب ما شاء الله كان كثير ممتاز. فقلت خلينا نعمل هون نفس الشيء. فبلشت اشتغل، بلشت اتعب حالي، بلشت مع العمال، بلشت اني احمل حالي فوق طاقتي، بلشت انه اشيل مسؤوليات مش مسؤولياتي وتعب حالي في الشغل. وكان في نقص موظفين برضه السنه الماضيه، ولكن وصلت لمرحله
انه انا ان تشارج على العمال، وصلت لمرحله انه انا شغال في كل اللوكيشنات وبعرف في كل الشغل، وصلت لمرحله انه اي مكان انا بروح عليه عندي خبره فيه، في الاكل في الشرب في الزباين في كل شيء. ولكن كان الدفع نفس ما هو، كان يضلهم يدفعوا لي 16 دولار على الساعه، ما زادونيش فيها اي شيء. فقلت لا انا ليش طيب متعب حالي، لا بضل عامل عادي وباخذ 16 دولار ومريح راسي، ولا عجك حالي يكون معي الراديو ونسق مع المدراء ونسق مع فلان ونسق مع اللوكيشن هذا واللوكيشن هذا. ورجعت لموظف عادي بياخذ 16 دولار على الساعه، وكان هذا اذكى قرار اتخذته، انه عن جد اهدى وخذ 16 دولار وامورك تمام. فهذا هو المكان اللي ورجيتكم اياه الان، هو اكثر مكان اشتغلت فيه في المدينه المائيه هون. هاي هي الزحليقه الرئيسيه في المدينه المائيه كامله، ولكن هون كانت في وحده ثانيه، كانت وحده هون وحده هون، ولكن اللي هون كانت بتخزق ظهور الناس، لما يزحلق عليها بتكسر الزلمه لانه ما عرف يصلحوها، فلغوها وخلوا وحده هون. هذا كمان واحد من الفروع اللي قلنا، هذا هو فرع البيتزا، هذا برضه لوكيشن من اللوكيشنات. واذا بدكم تسالوني مين اللي علمك كل الشغل هناك، هو توت مي ايفريثينج هير. Yes, me. وانا من اول الموظفين عنده في السنة الماضية كنت. ولكن هذا البارك عشان تعرفوها وتحطوا الحكي في بالكم، هذا الحكي مش لمدار السنة الكاملة. نيو هامشير من ولايات جدا باردة، فبالتالي شغل هذا البارك بيفتح من شهر 6 لشهر 9، بيفتح بس 3 شهور. العمال والموظفين والناس والمدراء اللي هون بروحوا على وظائف ثانية، وبس يجي الصيف من شهر 6 لشهر 9 بيرجعوا يشتغلوا هون 3 شهور. فهذا الشغل مش دائم، بس لفترة الصيف يعني. وهذا كمان برضه واحد من اللوكيشنات تبعونا. طبعا هذا اللي قدامكم كان يتعبى فل 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 بالناس، وهذا هو برضه ثاني اكثر مكان اشتغلت فيه. هذا اسمه الفرايد دو، وعندنا الايس كريم، وعندنا هناك الجريل. هناك كان في موجات دائما تصير عشان الاطفال تلعب فيها والعائلات تلعب هناك. خلينا نفوت جوا، خلينا نتذكر ايام زمان. هون اذا اشتغلت في امريكا راح تشوف تقريبا كله نفس النظام، زي هيك طوائل زي هيك، عندك هون العصائر، عندك هون الجريل، عندك هون الطبخ جوا. برضو كمان اشتغلت كاشير، بقول لك اشتغلت كل شيء في البارك هذا، كل شيء كل شيء كل شيء، تخيل اي شيء بدك اياه انا اشتغلته هون. خليني اورجيكم كيف تعمل بانش اوت، تحط رقمك الوظيفي، الله يا جلين ترجع لي ايام زمان، بعدين بانش اوت اند ذاتس ات. هيك السيستم عدلك كم ساعة اشتغلت وبيحسب لحاله. شايفين الغرفة هاي؟ هاي غرفة الفلوس، فيها كل الفلوس، خلينا نقتحمها وناخذ الفلوس. بما انه انفتح الموضوع وصرنا حاكيين فيه اليوم، فراح احكي لكم من تجربتي الشخصية اشي عن جد راح تستفيدوا منه. ركز معاي كثير كويس الآن. لنفرض انك انت الآن وصلت امريكا وقررت انك تستقر، واشتغلت بوظيفة بتعطيك 16 دولار على الساعة، وهذا الشيء نادر لأنه في الولايات الشمالية الشرقية نسبة الناس قليلة ونسبة الموظفين قليلة فبيدفعوا كثير، ولكن بمون على الحكومة الأمريكية وخلينا أعتبرك تاخذ 16 دولار على الساعة، وأنت تشتغل يوميا 8 ساعات على 5 أيام في الأسبوع، هذا الشيء القانوني، فبالتالي بتشتغل 40 ساعة في الأسبوع، هذا الأبرجون في أمريكا. عندك 16 ضرب 40 عبارة عن 640 دولار، خلينا نشيل الضرائب بصفي لك 500 دولار بالأسبوع، ركز معي إيش بقول. بالشهر 4 أسابيع، يعني شهريتك 2000 دولار اذا اشتغلت زي الوظيفه اللي كنت فيها موجود الان. طب 2000 دولار، طب تعرف انه هنا انت الشقه المحترمه اذا بدك تعيش بكرامه هون راح تدفع على الشقه ما يقارب 1200 دولار بس اجر شقه، بس اجر شقه، غير تلفونك، غير مواصلاتك، غير اكلك وشربك. فبالتالي لو تيجي على امريكا وتشتغل وظيفه واحده انت عباره عن 2000 دولار راح تدفعهم مصاريف. فبالتالي احنا بنستفيد من شغله وخليها في بالك، أمريكا لا يكفي إنك تكون شغيل فيها حتى تنجح، أمريكا لازم تكون شغيل وذكي بنفس الوقت، يعني تشتغل وظيفتين لفترة معينة تلم فلوس تضغط على حالك بعدين تفتح البزنس اللي خاص فيك. وأنا شخصيا وبحكم خبرتي المتواضعة بما أني دخلت نصف أمريكا للآن وقابلت مئات الأشخاص في رحلتي، نسبة كبيرة منهم موقعين في فخ الوظيفة، فبس بيشتغلوا وبيدفعوا أجارات ونت وكهرباء ومواصلات ومية، ونهاية السنة بيدفعوا التاكس، فمش قادرين يعملوا خطوة لقدام، وناس قاعدة 15-20 سنة على هذا الموال. يلا يلا انظروا الى اجواء نيو هامشير. هاي الولايه ولايه شماليه شرقيه زي ما حكيت لكم، وكلها خضار وكانت بالثلج ترى، ولكن الان بلشنا نفوت بالصيف، تحسها ولايه ريفيه جدا، فيها مزارع، فيها شجر، فيها قرى صغيره، وفيها مدن قديمه جدا جدا جدا. فطلع على الاجواء، طلع على البيوت، مش عارف بحس براحه نفسيه لما فوت هاي الولايه. بعد قياده ساعه دخلنا في غابات نيو هامشير تماما، رايحين على صديقه جلين موجوده هون. غاباتك يا نيو هامشير، ها
هذاك البيت اللي فوق مريح حاله مريح الوطن العربي معه. هذا هو المكان، هذا هو مطعمها، وجلين اجى يبارك لها في المطعم اللي تفتحه جديد هذا هون. والطابق الثاني هون ها شقق بتأجرهم، وجلين بس اجى يقولها مبروك وهيك وسلم عليها، وجا ياخذ اغراضه اللي كان يشتغل فيهم جوا ورايحين. حلو عادي، كانك في بلاد عربيه بيجي ببارك وبروح وبتسهل. شكرا لشركه ايمج 1 وشركه سي سي اتش كيو لصاحبهم شاد السايس على رعايه الرحله كامله. ولا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي.